في إطار دورها الاجتماعي، نظمت وزارة الداخلية عدداً من ورش العمل للتوعية بمخططات إسقاط الدولة وبحضور ممثلين من مختلف فئات المجتمع. نتابع. استكمالاً لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية للتوعية المجتمعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عدداً من ورش العمل التدريبية في هذا الإطار تحت عنوان مواجهة مخططات إسقاط الدول لطلبة الجامعات وممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين. الباحثين أو اللي حضروا أو بيحضروا هذه الندوة وبينقلوا التجربة أو الثقافة التي تعلموها حول كيفية الحفاظ على الأمن القومي المصري بصورة علمية مفيدة، بيقدروا أن هم يوصلوها لزمايلهم ولقطاعات الشعب المختلفة اللي إحنا بنتعامل معها. الشباب ذخيرة المجتمع المصري وذخيرة أي مجتمع، فمهم جدا صقل خبراتهم من ناحية، ومش فقط توعيتهم يعني توعيتهم، لكن أيضا صقل خبراتهم بخبرات السابقين عليهم. أحمي أبنائي وأحمي وطني بأن أنا أفهمهم إيه اللي بيحصل، وده دور الفن ودور علماء الاجتماع ودور علماء النفس. طول الوقت بنقول ان من المهم للغايه اننا نشتغل على حاله الوعي، لان هو ده القادر، السلاح الوحيد على القادر على مواجهه اي مخططات او مؤامرات بيتم حياكتها ضد الدوله. حقيقه نشكر هذا الجهد الكبير الذي تقوم به وزاره الداخليه حينما قمنا بالمشاركه في هذه الدوره، الدوره 21، في تثقيف طوائف الشعب المختلفه لكي تبرز لهم أهمية هذا الوطن مصر أمانة في أعناقنا. تطرقت ورش العمل إلى موضوعات عدة لتنمية وعي المشاركين فيها بأهمية مواجهة والتصدي لمخططات إسقاط الدول، وفي مقدمتها مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل والشائعات والحروب النفسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي المجتمعي وإثارة الرأي العام. ورشة العمل هي كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا كشباب، وهي كانت مواضيعها مهمة جدا وكانت كتير، منها مثلا الإشاعات، منها نازل نتعامل معها وحروب الجيل الرابع. دورنا ان احنا كل اللي احنا استفدناه في الورشة دي وفي الأكاديمية ان احنا نبثه في الشباب اللي حوالينا كلهم، ان احنا نبثه في الأجيال القادمة. احنا عندنا في الكلية ان شاء الله هنبدأ ان احنا، وفي الجامعة برضو هنبدأ ان احنا نعمل دورات تدريبية بحيث ان احنا ننقل اللي احنا استفدناه من هنا للطلبة عندنا في الجامعة وبرضو الجامعات التانية. وقد أشاد المشاركون بثراء ورش العمل وموضوعاتها ذات الأبعاد القومية والأمنية، والتي تتسم بأهمية كبيرة تسهم في تحصينهم ضد الأفكار الهدامة والتشكيك في الثوابت الوطنية، مؤكدين قدرتهم الآن عقب هذه الورش على التفاعل والتصدي لمحاولات التشكيك في الثوابت وتزييف الوعي. اتعلمنا فيها حاجات كتير واستفدنا معلومات كمان كتيرة، اتضح لنا أن الجهاز الأمني المصري واعي وصاحي وموجود ويقدر يحميها. التدريب ده بيعلمنا ازاي نحافظ على مصر ونحميها، بيعلمنا ازاي الخطط الإرهابية اللي كانت بتحاكى للدولة ازاي ان احنا نتصدى ليها، بيوعينا كتير جدا على حاجات احنا ممكن نكون ما كناش عارفينها وما خدناش بالنا منها، بالعكس ادونا معلومات كتيرة مهمة جدا وموضوعات كانت شيقة. ان شاء الله باذن الله يكون في دورات اكتر اقدر استفيد معلومات اكتر، ان شاء الله باذن الله نقدر نساعد احنا كمدنيين في الأماكن اللي بنشتغل فيها في الجهاز الحكومي وفي الشارع في المدرسة في البيت، نقدر أن احنا نواجه كل المخططات لتهدف مصر. ورش العمل هذه تأتي إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي للمواطنين بكافة القضايا التي تمس الأمن القومي وإحباط مخططات استهداف مقدرات الأوطان وثوابتها الراسخة على مر العصور والأجيال.